مرحبا، بالأول نتعرف عليك. أي عامر من البقاعة أخرى شهر 17 سنة. أي أنت في عندك موهبة الرسم، من وين بديتي ترسمي؟ من وأنا هيك، حتى يمكن أقل من هيك، خلقت برسم وكل عمري برسم في الحصة، أفلس هيك من التعليم وألهي حالي في الرسم، وشوي شوي تقدمت في الموهبة وصار جزء من حياتي الرسم. شو أكثر أشياء بتحبي ترسميها؟ يعني خلينا نقول الطبيعة ولا وجوه ولا إيش؟ لأنه الرسم معي من طفولتي، بحس حالي متحبرت للأشياء اللي فيها زي كرتون توم وجيري، سيمبا، ديزني، بس كمان بحب الطبيعة والفنون والأشياء اللي بعبر فيها عن المشاعر اللي في قلبي، برسم شو ما بدك. طيب اليوم انت جاي لهون على المركز الجماهيري في البقيعة تشترك في اجتماع اللي هو منه انطلاق لرسومات في البلد على الميجونيوت في البلد، احكي لي عن شعورك هيك وانت عم تعطي لأهل بلدك من خلال فنك. صراحة شعور عن جد حلو، يعني بحب اني اكون جزء من البقيعة، وبحب لما افوت على بلدنا هيك اشوف رسمتي انه ياي شوفوا هاي انا رسمتها. هيك شعور عن جد حلو، وجزء مني هيك بحس تركت جزء مني في بلدنا. كل الاحترام لك، بيجي لك هذا، انا بديش اخرك، بعرف انه صحباتك عم بيستنوك، بيجي لك هذا، انت ممكن تكوني قدوي للشباب والشابات اللي بيجي لك الجيل الصاعد، وبدي منك كلمه توجهيها لإلهم. شكرا اول اشي، ودي أوجه لهم إنه قوموا اعملوا إشي لبلدنا، يعني تظلكوش مكسلين، وبحب إنه إحنا عن جد بنشتغل في بلدنا، يعني غير بلاد الثانية بلدنا عن جد مشكعة، في بلاد شالي بتعملش إشي لبلدهم، أما إحنا بلدنا مش قاعد، وبحب كل الناس اللي في بلدنا كلهم يشتغلوا على أشياء حلوة تكون في بلدنا، مش بس أنا وكم من حدا، بدي كلنا نقوم هيك ونعمل البقيعة مميزة. آخر كلمة بدي إياها منك، أنت بهذا الجيل، جيل التطور والنمو والتألق، بس إحنا موجودين في فترة حرب وفترة كثير صعبة، قديش هذا الإشي أثر عليك، وشو أمنياتك أو دعواتك لله تعالى؟ الإشي بيأثر علي، أما بحاول ما أحضرش أخبار عشان أتعب نفسيتي، والموسيقى والرسم والأشياء اللي بتعبر فيها عن مشاعرك دائما بتحسنك. وشو كان سؤالك الأخير؟ دعواتي لله، دائما بدعي إنه الحرب يخلص، بس بدعي أكثر على أشياء لكشرة. يعني مش إنه دعوتي الأساسية للحرب، بدعي إنه ما يموتش حياليم أكثر، بدعي إنه تخلص وخلص نطلع من هالكابوس ويصير سلام بيننا وبين لبنان، وأجرب المنقوشة اللبنانية وكمان مع سوريا عشان أجرب الشاورما والمثومة، إشي كثير معني نتي صراحة.